هو بالفعل سيما هاد المباراة ما كتقبلش ما كتقبلش تقسمها على على جوج فراقي دونك اه يمكن واش اه يمكن قرينا جميع السيناريوهات يمكن حطينا جميع السيناريو اللي يقدر يوقع في المباراة اه نتمنى ان شاء الله اه في المباراة الغد نكونوا نكونو موجودين ان شاء الله باش نحاول ما امكن نحسموا اللقاء في صالحنا ان شاء الله